السلام عليكم، معكم طلال نقار، بتابع معكم بسلسلة النفروباثولوجي. حأستعرض معكم مراجعة سريعة للباثوفيزيولوجي والباثوجينيسيس للألبورت سيندروم. نتذكر أن الألبورت سيندروم دائما بيصيب الكليتين، عادة بيصيب الأذنين، بيساوي نقص سمع حسي عصبي حوالي 50-70% من المرضى، وبحوالي ثلث المرضى ممكن تنصاب العدسة، ممكن تنصاب الشبكية، أظن ثلث المرضى تقريبا. ذكر الباثولوجي تبع الألبرت شرحناه بالمحاضرتين الماضيات، بيساوي سكليروسس، بيساوي تصلب إضافة إلى فايبروسس بالإنترستيشيوم، إضافة إلى باسكت ويف بالمجهر الإلكتروني اللي هو التسمك وثينينج وثيكنينج، إضافة إلى اللاميليشن بالبيزمنت ممبرين. وهذا منظر بيسموه الباسكت ويف. هي الباسكت ويف، ما بعرف إذا كان القطو الشبه بيناتهم، نفس المنظر تقريبا. هذا الثين بيزمنت ممبرين، مرض الغشاء القاعدي الرقيق اللي بيعمل فقط بيلة دموية. هذا بيجمع ثلاثة، هذا الطبيعي، هون الترقق الغشاء القاعدي، إضافة إلى الباسكت ويف تبع الألبرت سيندروم. هذا كمان باسكت ويف. نيجي على كولاجين 4 اللي هو مشكلتنا هون، أحد السلاسل عم تكون مفقودة اللي هي عادة سلسلة 5. فالكولاجين 4 بيتالف من 6 انواع او 6 اشياء، ممكن يتالف من 6 سلاسل حموض امينيه. الفا 1 بيسموهم الفا 1، الفا 2، الفا 3، الفا 4، الفا 5، الفا 6. هدول كل ثلاثه منهم بيتحدوا مع بعض بشكل ترايمر، حلزون ثلاثي. ممكن الالفا 1، الفا 1، الفا 2 بيتحدوا مع بعض، او الالفا 3، الفا 4، الفا 5 بيتحدوا مع بعض، او الالفا 5، الفا 5، الفا 6 بيتحدوا مع بعض. في طرف نان كولاجينس بيسموه من هذا الطرف، هذا هو الطرف اللي بيتشكل له الضاد لو انكشف للدوران. فمثل ما قلنا، في دائما في عندي ترايمرز، في 3 الفا تشينز لازم يتحدوا مع بعض. حكينا النمط الالفا 1، الفا 1، الفا 2، هذا بيتواجد بكل الجسم، بكل الاغشية البيزمنت ممبرين، بكامل الجسم. الالفا 3، الفا 4، الفا 5 هذا ترايمر، والالفا 5، الفا 6، الفا 5، الفا 5، الفا 6، هدول بيتواجدوا خصوصا بالكلية وبالعين وبالاذن. هذا بيفسر لما بيصير في عندي مشكلة، مثلا ليش ألبرت سيندروم لما بيصيب الكلية ممكن يترافق مع إصابة أذن، ممكن يترافق مع إصابة عين، لأنه نحن عندنا الألفا 5 موجودة بهالأعضاء الثلاثة فقط. فالترايمرز بيتحدوا مع بعض ويساوي شبكة من الخيوط أو شبكة من الألياف الكولاجينية، اللي هي بتساوي بيسموها هي مش شبكة الترايمرز حقيقة، مش ألياف، لأنه نحن عم نحكي عن جوا الكولاجين 4. فهذا هذا هو الشيء اللي بيصير داخل الكولاجين 4، بيصير في شبكه من الالفا 1، الفا 1، الفا 2، وشبكه ثانيه من الالفا 3، الفا 4، الفا 5، شبكتين جوا الكولاجين 4 لحتى يكون قوي ومتماسك وناضج. المورثات اللي بتصنع هي السلاسل، الالفا 1 موجود، الفا 1 والالفا 2 موجود على المورثه، على عفوا موجود، المورثات تبع موجوده على الصبغه 13، صبغه جسمي، وما في لهم طفرات معروفه. الالفا 3 والالفا 4 موجودين على الصبغه الثاني، لو صار فيهم طفرات ممكن يعملوا الاوتوزوم ريسيسيف البرت سيندروم اللي هو النمط الجسمي المتنحي. هذا نمط التوريث تبعه، وحتى ممكن يكون في جسمي قاهر. الالفا 5 موجود على الصبغ، هو والالفا 6 موجود على الصبغ الجنسي، على الصبغ اكس. فهذا الطفرات بهي المورثه بالالفا 5 هي بتعمل الاكس لينك البرت سيندروم، واللي هي حوالي 80% ل 85% من حالات البرت هي سببها طفره بالمورثه المسؤوله عن تصنيع الالفا 5. مثل ما حكينا، الالفا 1 الالفا 2 موجود بكل الجسم، الالفا 3 والالفا 4 والالفا 5 والالفا 6 موجودين بالكليه، بالعين، بالاذن، ممكن الالفا 4 والالفا 5 والالفا 6 موجودين بالجلد حتى كمان، وهذا شيء مميز لهم. النمط الجنيني هو الفا 1 الفا 1 الفا 1 الفا 2، بيساوي شبكه من الكل ترايمرز موجوده جوا الكولاجين 4. مع البلوغ او مع الماتوريشن من بدء ما تشايلد هود للادلت هود، بيصير في عندي الالفا 3 الفا 4 الفا 3 الفا 4 الفا 5، بيزيد من تواجده وبيمتن الغشاء القاعدي، بيمتن الكولاجين 4. بالبرت سيندروم هذا الشيء ما بيصير، غياب السلسله الالفا 5 بيخلي بقيه السلاسل تغيب،
وما بيتشكل ما بيتمتن الغشاء القاعدي. عادة الكولاجين 4 بيساوي شبكتين من الترايمرز، واحدة منهم قرب اقرب للاندو كابيلاري سيل الاندوثيليوم اللي هي النمط الجنيني الفا 1 الفا 1 الفا 2، والالفا 3 الفا 4 الفا 5 بتكون من الطرف الثاني اقرب للبودوسايتس. مثل ما قلنا بالبرت هذه الشبكه الثانيه ما بتكون موجوده، وبتكون بالتالي بيكون الكولاجين 4 بيكون ضعيف ما بيقاوم المؤكسدات. الكولاجين 4 بيساوي طيف من الامراض. لما بيكون في عندي ميوتيشنز او طفرات على الالفا 5 بيعمل الالبرت سيندروم اللي هو الاكس لينكد. لما بيكون في عندي ميوتيشن على الفا 3 الفا 4 بيعمل لي الالبرت سيندروم اللي هو الاوتوزومال ريسيسيف. بده يكون طفرات بيكونوا على الهوموزايجوت على كلا المورثتين. لما بيكون هيتروزايجوس بيكون بيعمل ثيم بيزمنت ممبرين هو مرض الغشاء القاعدي الرقيق. مثل ما حكينا انه هدول ما بيتعرضوا للدوران عادة. لما بيصير في اكسبوجر او هذه الرأس السلسلة الثلاثة هذا النون كولاجينس بارت بيتعرض للدوران لسبب او لاخر مؤكسد او فاسكولايتس، هذا الشيء بيخلي اضداد تتشكل تجاهه وبيصير في اضداد الانتي جي بي ام نفرايتس اللي بتهاجم الغشاء القاعدي. بالمقابل لما شخص معه البرت سيندروم زرع فقد كليته صار معه قصور كلوي نهائي، فزرعنا له كليه من شخص سليم، هذا الشخص الكليه السليمه حتحوي سلاسل الالفا 5. الالفا 5 كانت اصلا غايبه من جسمه لمريض الالبرت، وبالتالي الجسم راح يصير يشكل اضداد تجاه الالفا 5 واحيانا الالفا 3 معها، وبالتالي بيساوي الانتي جي بي ام بوست ترانسبلانت عند مرضى اللي هن الالبرت. ما في شيء اضافي بهذا السلايد. جود باستشر او اضداد الغشاء القاعدي تتشكل تجاه السلسله النون كولاجين 3، هذا الجزء من السلاسل. بالنسبه للالبرت بوست ترانسبلانت لما بصير في نعمل ترانسبلانت لمرضى الالبرت بصير اضداد تتجه لل3 ولل5 مع بعض او لل5 خصوصا. نتذكر انه البرت سيندروم بيعمل نقص سمع حسي عصبي، بيعمل اذيه شبكيه بسموها داتس ان فليكس، بيعمل اذيه باللينز بسموها لنتيكونس انتيرير، يعني هذه الاربطه هذا الشيء الطبيعي. الاربطه هون بتكون ضعيفه عند مرضى، هي الاربطه سليمه، الاربطه بتكون ضعيفه عند مرضى البرت، وبالتالي بيصير في عندي هذا النوع من الانفتاق للعدسه داخل القزحيه. شو هي الآلية الإمراضية لألبرت؟ إنه في عندي الغشاء القاعدي اللي هو تغير تركيب الغشاء القاعدي، مثل ما أنا بتغيب عنه الشبكة الألفا 3 ألفا 4 ألفا 5، وبالتالي بيصير معرض للأذى نتيجة ستريس. هذا الشيء بيوصلني لحدوث حدثية التهابية بتعمل أذية بالبودوسايتس بروتينوريا، بينتهي بسكليروسس وإفتا interstitial fibrosis. الرابط بيناتهم ابحاث مستمره عليه صراحه لحد هلا، يعني امبارح عم اقرا بالموضوع لسه لهلا ما في نظريه واحده بتقول انه هي الاليه الحقيقيه ليش عم غياب الكولاجين السليم الكولاجين 4 عم يكون دامجد، كيف عم يتحول لنمط الاصابه بالبرت. هذا الشيء اللي نحن لحد هلا ما عارفينه بالضبط شو هو صراحه. الكولاجين 4 بيتشكل فقط من الفا 1 الفا الفا 1 الفا 1 الفا 2 بيكون معرض اكثر للاذيه البروتولايتيك انجري مثلا، بيوصل مثل ما قلنا للفايبروسيس. هل السبب ممكن يكون انه الكروس لينكس تبع الالفا 3 الفا 4 الفا 5 اكثر، وبالتالي بيكون متماسك اكثر، بيكون مقاوم اكثر للاذيه؟ ربما. لما بيكون في عندي طفره بتصيب احد هذول السلاسل بقيه السلاسل بتتاثر كمان، ما بيعود تنتج. الشيء الطبيعي انه هذا التايب 4 كولاجين بيتشكل مثل ما قلنا من 3 مولكولز بده يتشكلوا مع بعض اللي هن سلاسل ثلاثه بيتحدوا مع بعض او بيتشكلوا مع بعض بشكل هيليكال، هذا هو الشيء الطبيعي. فالخلية بتنتج الكولاجين، بيصير هاي ترانزليشن، بعدين بتصنع بالشبكة الداخلية، السلاسل الثلاثة بيتحدوا مع بعض، هذا الشيء الطبيعي، هذا ما في مشكلة عندي، ما في عندي مشكلة وراثية هون، وهذا الشيء بيعمل لي الشبكة تبع الألفا 3 ألفا 4 ألفا 5 نتورك. لو كان في عندي ميوتيشن شديدة على كولاجين 4
على الكولاجين 4 الفا 5، الالفا 5 كلها ما تشكلت، فقط الالفا 4 تشكلت والالفا 3 تشكلت. فهذا ما بيعود بيتشكل التريبلز، ما الترايمر كله ما بيعود بيتشكل، فهذا كله ما عاد تشكل ابدا، وبالتالي بيساوي النمط الشديد او النمط الشديد من البرت. هذا ممكن المرضى هذول يفقدوا الكليه تبعهم باعمار صغيره اقل من 10 سنوات مثلا. بينما لما بيكون في عندي طفره على الالفا 5، طفره خفيفه خليني اقول، او اقل من هذيك او اقل شده من هذيك الطفرات، مثلا ميسنس، استبدال حمض اميني بحمض ثاني، او غياب حمض اميني واحد فقط، فالسلسله الناتجه للالفا 5 ما بتغيب تماما وانما بتكون معطوبه، وبالتالي الترايمر اللي بيتشكل ما بيتشكل ترايمر طبيعي، بس بيكون في قابليه انه يتشكل ولو اقل باجزاء منه. هذا الترايمر اما انه بنعمل له ديجريديشن بتخرب وبيعمل لي نمط سيفير مره ثانيه، او انه ممكن يتواجد ضمن الكولاجين 4 بيعمل لي ابنورمال الفا 3 الفا 4 الفا 5 نتورك، وبيعمل لي النمط الاخف او المايلدر اوف البرت فينوتايب. مرض البرت عموما عائلي، يعني مرض وراثي مثل حكينا، سواء كان اكس لينكت او اوتوزومال ريسيسيف او حتى اوتوزومال دوميننت. سن الوصول للقصور الكلوي النهائي بيختلف حسب المورث المصابه، وعاده بيكون ثابت، او عفوا حسب الطفره الموجوده على المورث. المورث هي الالفا 5 عاده او الثري والفور، فحسب نوع الطفره الموجوده هذا الشيء بيحدد شده الاذيه الحادثه او الحاصله، وهذا الشيء بيحدد سن الوصول للقصور الكلوي النهائي عند هي العائلة، وبيكون ثابت عادة عند العائلة. بعوائل بيكون مثلا بعمر 10 سنين، بعوائل تانية بيكون عمر 20 أو 30 حسب شدة الإصابة. كلمتين ثلاثة عن الثيم بيزمنت ميمبرين، انه في عندي هيتروزايغوس ميوتيشن، وهي الميوتيشن عادة بيكون ما بتكون شديدة على الكولاجين 3 او 4 او 4، اضافة لترقق بالغشاء القاعدي، اضافة لايزوليتد جلوميرولار هيماتوريا. ما بيكون، لو كان عندي طفر على الكولاجين 4 الفا 5 ساوالي البرت سيندروم، بيصير النمط الشديد. فنحن عم نحكي عن الفا 3 الفا 4 هيتروزايغوس. هذا المرض عموما انذاره جيد، بس ما فيني اقول للمريض انه ما حيصير معك مشاكل بالمستقبل ابدا. في احتمال ولو يعني قليل، ما اعطي نسبه، انه بالاعمار المتقدمه قد يحصل شويه سكليروسس، وممكن بعض المرضى ينتهوا باذيه للكليه، اذيه شديده احيانا، مع انه في حالات مسجله وصلوا عمر 90 سنه وما صار عندهم مشاكل. فما فيني اقول لمريض عنده ثيم بيزمنت ميمبرين نيفروباثي انه خلاص ما عاد تشوفني، لازم يشوفه طبيب الكليه كل سنتين ويراقب له وظائف الكليه ويعمل له مراقبه لتطور حالته، خاصه انه بالاعمار الصغيره كثير بعمر ال10 سنين وربما ال15 سنه قد يتظاهر الالبرت سيندروم على انه ثيم بيزمنت ميمبرين نيفروباثي، لانه الخزعه حتشوفيني عندي هيماتوريا مثلا وما عندي اذيه كلويه، لسه ما صار في اذيه منيحه، والخزعه حتشوفيني غشاء قاعدي مترقق فقط. الحل بهالحاله اني نعمل تلوينات للالفا 1 للالفا 3 الفا 4 الفا 5، فاذا كانوا كلهم موجودين فهذا بيثبت التشخيص، اذا كان حدا منهم غايب بحب يوجهني لتشخيص الالبرت مشان اعرف اوجه المريض للانذار الصحيح. هذا الجدول بيشوفيني الالفا سب يونت كيف تتواجد بهدول الامراض المختلفه. الشيء الطبيعي انه تكون موجوده بالغشاء القاعدي الكبي، موجوده ببومان، موجوده بالادمي الغشاء القاعدي الادمي، بالثيم بيزمنت ميمبرين ديزيز موجوده بكلهم مع بعضهم، بالاكس لينكت البرت ميل بالذكور المصابين بالالبرت اللي نمط المرتبط بالصبغي اكس، بتكون غايبه بالغشاء القاعدي الكلوي، بتكون غايبه ببومان، بتكون غايبه بالابيديرمال بيزمنت ميمبرين. فانا لو عملت خزعه كليه والالفا 5 غايبه، انا بستغني عن خزعه الكليه وبشخص المريض على انه هو اكس لينكت البرت سيندروم. لو كنا عم نحكي عن نتذكر انه الاكس لينكت البرت فيميل كاريرز هدول ما هن نمط سليم تماما، هدول عندهم موزايكيه الخلايا تبعهم، خاصه لانه الصبغي اكس عندهم بيكون دي اكتيف، يعني هن عندهم تو صبغي اكس، صبغيين اكس موجودين ب الاناث. لما بي الشيء الطبيعي انه يصير دي اكتيفيشن لواحد من الصبغيين، هذا الدي اكتيفيشن بيكون راندوم، فهذا الشيء بيخلي في عندي نوعين من الخلايا عند هذول
الإناث الحاملات للمرض، في عندهم خلايا قادرة تفرز وخلايا غير قادرة تفرز الكولاجين 5، عفوا الالفا 5 الكولاجين 4 الفا 5، وبالتالي بيصير في عندهم هيماتوريا، وفي نسبة 25% منهم ممكن يصابوا بقصور كلوي نهائي بعمر 60 او اكثر. فهو ما هن سليمات تماما، وان كان هو اكس لينكت البرت فيميل كارير بسموهم. الاوتوزومال بيكون غايب الالفا 5 بالجلوميرولال، بينما بيكون موجود بالبومن وبيكون موجود بالابيديرمال، وبالتالي اذا كان الالفا 5 موجود عند ميت البرت فبنقول عنه هذا اوتوزومال، اذا كان غايب فهذا بشخص الاكس لينكت. اتمنى اني غطيت البرت سيندروم بشكل مبسط قدر الامكان، حاولت اغطي الشيء اللي بعرفه، ربما يكون وقت مناسب واحد يتعمق اكثر، الموضوع لسه في ابحاث كثيره عليه، خاصه انه عم يحاولوا يثبتوا تطور المرض بانه يعطوا مضادات التهاب، عم يحاولوا يثبتوا شو هو الباثوي الصحيح لحتى نشتغل عليه، الابحاث موجوده ومستمره بالمؤتمرات دائما عم يقدموا عنه حقيقه، وان شاء الله نقدر نوصل لشيء يبطئ المرض او ربما يشفيه بالقريب العاجل. السلام عليكم.